تسيير مركز الشباب بعين المقضي، مستشار بمجلس جهه فاس بنان، عضو غرفه التجاره والصناعه والخدمات منذ 1997 الى يومنا هذا، نائب رئيس فريق شباب الكواكب الرياضي، فاعل جمعوي واطار مسير بعده جمعيات داخل المغرب وخارج المغرب. كنرحب بالموقع فاس نيوز على استضافته لنا، وكذلك كنرحب بكم في مقر الجمعيه اللي اعطى انطلاقه ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده في اطار اسبوع التضامن. هذا المركز اللي جا في هذا الموقع وفي هذا الحي دات صبغه شبابيه، دات منطقه لها شاسعه اللي كانت هذه المنطقة في العهد البائد على أنها منطقة الفخار والتلوث البيئي. الآن هذا المركز جاء في إطار تنشيط الشباب ديال هذه المنطقة هذه وتفعيل الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا الشباب من هذا الشكل على جهة تأسيس هذا. كان بغيت نشرح ظروف الملابسات اللي جات فيها تأسيس ديال هذا المركز. هذا المركز كان اجتماعات اوليه اللي كانت كترأسها بعض الجمعيات في مدينه في جهه المنطقه مقاطعه جنابور. هذه الجمعيات اللي دارت واحد العديد ديال الاجتماعات اوليه اللي حضرت اللي كانت بمثابه لجنه تحضيريه اللي منها واحد العدد ديال الجمعيات اللي كانت حاضره واللي الان باغيه تبان على انها راها كانت معارضه او شيئا من هذا القبيل لان لغايه في نفس يعقوب. كانت واحد العدد ديال ثلاثه ديال الاجتماعات متتاليه وخرجوا ببرنامج وخرجوا بتصور وعلنوا مع انذاك مع مؤسسه محمد الخامس والسلطات المحليه في اطار ديال تشكيل المكتب. كان يوم السبت 2/11/2012 تم استدعاء ديال جميع الجمعيات من طرف السلطات المحليه ديال مقاطعه جبل الورد، وحضرنا 59 جمعيه، وحضر انذاك اللي ترأس الجمعيه هما ممثلين عن مؤسسه محمد الخامس لثلاثه الاشخاص مسؤولين في الاداره المركزيه ديال مؤسسه محمد الخامس، وكذلك بحضور ديال السلطات المحليه ماشي مشرف فعلي ولكن حضور كملاحظ. السيد الباشا والسادة السلطات المحلية اللي كانت اللي في شخصية القيادة ديال المنطقة كانوا حاضرين كملاحظين. من بعد المناقشة والاستفاضة اللي دامت أكثر من 4 سوايع تمت مناقشة جميع الطرق وجميع الإشكاليات ديال التسيير، وكان من ضمن العملية الالتقائية باش نمرر هي أننا نتقسموا على جوج، شق ديال الثقافة وشق ديال الرياضه. وانا ذاك 59 جمعيه انسحبوا ثلاثه الجمعيات لانهم ما كانش عندهم الصفه القانونيه باش يكونوا ممثلين في هذا المركز، اللي واحد جاي كيمثل المسنين وواحد جاي كيمثل جمعيات اخرى صناعيه. فكبقات 56 جمعيه، 56 عطات 26 جمعيه ثقافيه و20 جمعيه رياضيه. من بعد ما تمت هذه الطريقه هذه خرجنا لجوج ديال الاقسام. القسم الاول اللي هو كان ديال الرياضه وجلسنا اخوان في الرياضه وحصل توافق والاخوان مشاو على الاقتناع ديالهم على اساس انهم يعطيو 6 ديال الاشخاص لتشكيل المكتب. ثم الاخوان ديال الثقافه من بعد مناقشه مستفيضه واخذ ورد ارتأوا باش يكون التصويت، وكاين النتائج ديال التصويت، وكاين محاضر ديال الحضور، لائحة الحضور، وكاين محاضر بذلك اللي خداتهم مؤسسة محمد الخامس وكذلك السلطات المحلية، اللي هي تمت كل واحد على الترشيح ديالو، كاين اللي جاب 14، كاين اللي جاب 15، كاين اللي جاب 5، كاين اللي جاب 6، إذا العملية الديمقراطية مرت بشفافية وبنزاهة. ولم يلاحظ انذاك اي شخص جدر التعرض ديالو او قال على انه ودي خصنا لا هذه طريقه ماشي ديمقراطيه ولا هذه، بل الكل تم التراضي
والكل تصفح وخرجنا وتجمعنا ب 13 بينهم 6 في 7 الاخوان ديال الثقافه 7 والاخوان ديال الرياضه 6 دخلنا حتى ما كانت لا كواليس ولا هذا حنا ب 13 بينا شي ما كيعرفش يعني اننا ولا المنطقه جمعيه كنشطوا ولكن مع ما عندنا لا نيه مبيته ولا حتى حاجه تم انتخاب المكتب بالتصويت ترشحت عبد ربي ومعايا 4 ديال الاشخاص انا جبت 10 الاخت فاطمه بوهركه جابت 4 الاخ مراد القط جاب صوت والاخ الشرقاوي جاب صوت اذن تمت العمليه كذلك السيد النواب الرئيس اللي كيترشح كيجيبوا معاه كيكونوا معاه منافسين يعني ما كاينش شي واحد اللي داخل المكتب كان بوحدو من بعد ما كون شكلنا المكتب اجتمعنا ودرنا البرنامج الاولي ديال التسيير الى اننا نفاجأ في موقعكم الموقع على ان بعض الجمعيات اللي جات واجتمعات وقالت عن انه كاين الاقصاء وكاين التهميش وكاين انا كنتحدى من هذا المنطلق ومستعد على استقالتي الى ذاك الاشخاص ما كانوش حاضرين وذاك الاشخاص اللي هما في الفيديو اللي سجلوه ما كانوش دخلوا للعمليه ديال التصويت الى انهم عندهم خلفيات ما رضاوش بالطريقه تمت الاشاعات على اننا حنا جينا لهذا المركز من اجل اقتصاد الريع وواحد العدد ديالنا اللي داير الفيلات في اقتصاد الريع اللي داير حنا عملنا عمل تطوعي ومستعدين نعطيكم اليوم في الحساب ديال مؤسسة محمد الغالي اللي ها هو 0 درهم ها هو 0 درهم يعني كل عمل قمنا به وكل مساهمة قمنا بها العمل اليومي ديالنا كأعضاء ديال الجمعية بدون مقابل عمل تطوعي يعني انه الاخوان ديالنا اللي هما في الادارات ديالهم ملي كيساليو كيجيو يلتحقوا بنا لهنايا الاخوان اللي عندهم اعمال حره ملي كيساليو كيجيو يلتحقوا من اجل تنشيط وتقويه القدرات ديال الشباب ديال المنطقه وحنا فاتحين يدينا حنا راه الاشاره لاي شخص اي جمعيه او اي شخص للاستفاده من المركز حنا معاه ببرنامج مسطر حنا هنا لا نمارس السياسه اللي بغى يمارس السياسه يخرج من القاعه ديال من من من, من هذا المركب وله الصلاحيه دستوريا وقانونيا له الصلاحية. اما داخل المركب ما كنمارسوا لا سياسه ما كنديروش اعمال اللي كتهمنا وحنا مستعدين لاي شخص او اي جمعيه اذا تبت علينا اننا نمارس ممارسات لصالحنا الشخصي او لصالح احزاب سياسيه معينه او اخرى فاحنا مستعدين نقدموا استقالتنا ونحاسب عليها ولكن خص الاخوان لما يجي لما يكونوا عندهم قناعه فيما يخص